قال الأخير حفظكم الله تعالى وثبتني وإياكم على تفضل. الحق. أخيرا يقول: هل صحيح أن الشيخ ربيع يعني يأكل لحوم العلماء مع شيء من التفصيل؟ الله يحفظكم ويرعاكم. كيف؟ كيف؟ يقول يعني أنا عندي شبهة، يأتي شخص يقول أن الشيخ ربيع يأكل لحوم العلماء، هل هذا صحيح؟ يأكل لحوم العلماء؟ أي نعم شيخنا، أنتم تعلمون شيخنا حفظكم الله أنه يرد على المخالفين ومخالفي أهل السنة. لا 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 أبدا لا أبدا، مواقفه ولله الحمد مواقف طيبة. الله يسلمك شيخنا، هذا ليس غيبة عنده حفظكم الله تعالى. نعم؟ يعني كلام شيخ في أهل البدع ليس بغيبة، الله يحفظكم ويرعاكم. لا 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 أبدا، الناس تجنب الحديث في الناس، واما كفر يرد على المبتدعة والضالين فهذا ان شاء الله انه من الجهاد في سبيل الله. الله اكبر، نريد من شيخنا صالح العلامه الشيخ صالح الحيدان ان يذكر تاريخ هذا اليوم، الله يحفظكم ويرعاكم. يعني ايش اسمك انت؟ ابو عبد الملك المغربي. سألني ابو عبد الملك المغربي قبل غروب الشمس من يوم الخميس 13 ربيع ثاني عام 35 و400 ألف عدد من المسائل، منها السؤال سؤاله عن الشيخ ربيع هادي مدخلي، وقول من يقول انه يرد على الناس وان هذا من الغيبة، فأخبرته ان قيام الشيخ بالرد على المبتدعة والمسيئين والمخطئين انما هو في الحقيقة عمل صالح ونوع من الجهاد في سبيل الله، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى ان يحفظ شيخنا الشيخ عضو كبار هيئة العلماء الشيخ الحيدان وان يجعله من اهل الجنة.